السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كلنا عارفين ديل اي ده بيعمل لك الصور بمجرد ان انت تكتب له تكست، يعني ممكن تقول له مثلا اي كلمة هو يبدأ يعمل لك الصور. طيب خلينا نرفع له صورة وبعد كده نعدل احنا في الصورة دي. في بعض الناس سألوا لو انا عندي صورة ينفع اعدل عليها؟ اه طبعا. خلينا ندخل على الداونلود تشوف اي صورة كده كنت انا محملها ونعدل عليها، وليكن مثلا الصورة دي. هنا بيقول لي انت عايز تعمل كروب ولا مش عايز تعمل كروب. طيب خلينا نعمل كروب، وهو خلاهم الناس تعصر شوية. طيب دلوقتي بقى هنا ممكن تقول له سيليكت، عايز تعمل سيليكت على جزء معين. طيب انا عايز اقول له بقى ايه، ان انا عايز اكبر مساحة الصورة، وهنشوف بعض الخدع التانية غير تكبير الصورة. طيب هقول له انا عايز فريم، الفريم ده ممكن يبقى في اي جزء، او مثلا في الجزء دوت. تمام، يبقى انا كده ضفت جزء للصوره ديت. ابدا بقى اكتب اي حاجه انا عايزها، ممكن مثلا اقول له ايه، اد دور، اد ويندو، حط لي كيتشن. تعال نجرب كيتشن ونشوف هيعمل ايه. مودرن كيتشن، خلي بالك هو في جزء ملتزم بيه هيكمل عليه، فعمل لي كيتشن بالشكل دوت. تمام، لا مش عاجبني الصوره دي. اه ده احسن، لا ممكن حد يعجبه دوت، ممكن حد يعجبه الشكل دوت. اهو عامل لي تقريبا اربع اشكال تقدر تختار منهم. الشكل ده اللي عاجبك هتقول له اكسبت. طيب خلينا نجرب تاني واقول له مثلا هنا. طيب انت عايز ايه؟ طيب خلينا نقول له مان ريد ابوك. تمام، هيبدأ ان هو يكون لي شخص هنا قاعد بيقرأ الكتاب. مظبوط اهو، وخلي بالك يعني الاتنين ماشيين مع بعض، يعني ما تحسش ان في فرق بين الاتنين. يعني زود بس راعة ان مثلا هنا الحتة دي تمشي مع ديت، مع الالوان، مع التناسق، مع ان في لمبة هنا، ضف لمبة هنا، وهكذا. يعني عمل شغل جميل جدا. طيب دي صورة، خلينا نشوف صورة تانية. اهو شخص اهوت، اهو اهو. تمام، انا تقريبا اول صورة هي اللي عجباني اكتر.